ஐந்தாவது நாள் நிகழ்வுகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. தற்போது தர்கா மஜ்லிஸ் மண்டபத்தில் இருந்து மௌலித் மஜ்லிஸ் ஆரம்பிக்கப்பட இருக்கின்றன. நிகழ்வுகள் யாவும் மிஅராஜ் முகநூல் தொலைக்காட்சி, அதே போன்ற அஸ்டோவைஸ் முகநூல் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுகின்றன. அந்த வகையிலே இப்பொழுது ஐந்தாவது நாள் நிகழ்விலே கல்முனை அஹ்லு சுன்னத்துல் ஜமாத் உலமா சபையினருடைய வழிகாட்டலிலே நெறிப்படுத்தலிலே புனிதமிக்க மௌலித் மஜ்லிஸ் கண்ணியத்துக்குரிய உலமாக்கள், மதரசா மாணவர்கள், ஏனைய சகோதரர்களுடைய பங்கு பற்றுதலோடு இனிதே ஆரம்பமாகின்றது. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى والحبيب مقتفى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أصحاب البدرين والأحدين والحندقين وحنينين وسائر صحابة رضوان الله تعالى كلهم أجمعين، وإلى حضرتي القطب المجيد فرد الوحي سيدنا ساداتنا شاه الحميد ميرا سلطان صاحب الناهوري الماني كبوري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يا في نعمه يكافي مزيدا، واعف عنا يا كريم يا رحيم يا ربي يا الله. آمين. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم أوزل ذواب ما كرعنا من كلامك، لا زد هذه هدية واصلة، رحمة ناسلة وبركة شاملة. آمين. وتحفة كاملة من قيل روح سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. آمين. ثم إلى سائر الأنبياء وأوليائي ونجبائي ونقبائي والصالحين. آمين. خصوصا إلى حضرة القطب الرباني والغود السمداني قندلي نوراني سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر جيلاني قدس الله سره العزيز. وثم إلى حضرة القطب المجيد فرد الوحي سيدنا ساداتنا شاه الحميد ميران سلطان صاحب الناهوري المانك قدس الله سره العزيز. وثم إلى سائر الأولياء الكرام كلهم أجمعين. اللهم بلغ مرادنا وحسن مقصودنا يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم اجعلنا في الدنيا والآخرة من أهل ولايتك. آمين. واملع قلوبنا بنور معرفتك. آمين. وقهل عين وقولنا بإذن هدايتك. آمين. واحرس أقدام فقارنا من المرور بمواتئ سيئاتك. آمين.
آمين. وامنع طيور أنفاسنا من الوقوع بشباك مبيهات الشبهات. آمين. اللهم ربنا تقبل منا دعائنا وسائر أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابه وتباهه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وصف نفسه برحمتين رحمة امتنانية فائضة من الحضرة الرحمانية واسية لكل شيء لا في مقابلة عمل سابق ولا في فعل لاحق بل من محض الموهبة العزلية ورحمة وجوبية أزلية نازلة من الحضرة الرحيمية في مقابلة أعمال المرضية مدخرة للمتقين في الجنة الخزايا. فانقسم كل منهما إما إلى ذاتية عامة أو خاصة مجملة عليا وإما إلى صفاتية كذلك مفصلة جلية فتعينت منها في الحضرة العلمية الغيبية حقائق إلهية تصورت بها يا كلام رحيمية وحقائق كونية تهيأت بشواكل مرحومية ثم تكونت منها أشياء ألائم من بالها عند استماء خطاب كن في الحضرة العينية العيانية إما فائلة ذوات عيد عليا باذلة وإما منفعلة أولاة وكف سفلى قابلة فالذاتيتان من درج في البسملة العظيمة والصفاتيتان من درج في الفاتحة الكريمة ففي معنى ذلك قد ورد في الخبر أن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ما في الكتب المنزل فهو في القرآن مكرون وكل ما فيهم فهو في الفاتحة المضموم وكل ما فيها فهو بالبسملة المشهون وكل ما في البسملة فهو من في الباء مكنون وكل ما في الباء فهو من في النقطة التي تحتها مهزوم ولذلك قيل في بالباء ظهر الوجود وبالنقطة التي تحتها تميز العابدون من المعبود والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالمؤمنين وعلى آله وأصحابه الرحمين منهم
والمرحومين وعلى من قام مقامه وناب ونابه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. القادر لي الله أنشأ الميران لي الله أن عبد القادر لي الله أنشأ الميران صلى الله على محمد يا ربي صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار شفيع أمتي على الحمد لله المفيض بنعمتي على كل أشياء الواسيع برحمتي وهداك ذندان امتنانية على وجوبية للمتقين بجنتي وكل على قسمين ذاتية كذا صفاتية فلنعرفنها بفتنتي إلهي إذا ما يقتلين دقائق يردنا ظهورا في حقائق فترتي فمن كان ذا فعل بدا رحيما كدا غدا مرحوما ذو فعل وذلتي وذلك عشر العشر من عشر عشر ما حواه الشفا من حدي أسرار نقطتي صلاة على من أرسل الله رحمة لعالمه أعمى وخلقا بجملة محمد الهادي شفيع المشفع رؤوف الرحيم المؤمنين بأسرتي مع الآل والأصحاب والوارثهم بلايته رفعا وخفضا لأمتي وعفو أن ذكاري مدح الذي بدا بناه رغوثا في أقاليم سبعة وسماعه والحاضرين ومن على سماه نادى طعما بألوان نعمتي علي الله عن عبد القادر علي الله عن شاه ميرا علي الله عن عبد القادر علي الله عن شاه ميرا صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مولاي صل وسلم دائما أبدا.
في عالمي بسر تنبولي شيئا فجاد له بنين أربعة مولاه ذو الكرم لما أتى يوسف سنة مفردة رجلان نبغ وابن سبع إيقافي القدم أسرى إليه هنا فلا إدعى ما وسنه صبيم وسامعه ومن حف لمجلسه حبا له من أولي الآلاء والحكم علي الله عن عبد القادر علي الله عن شاغميران رلي الله عن عبد القادر رلي الله عن شاغميران صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلاة سلام على أحمد وعال وسحب وغوث كريم فله النجاة وفوز عليم لمن زار رول البلي القريم حسور سوى أنه لا يرى حراقة وهو العفيف العسيم مريد لشيخ أتاه الخطام بيا عظم عند رب قديم وقد نال منه كتاب الجوى كير الخمس داد سير نميم ولي ببصاره أورقا دويه يبس بفنى رميم على رمي أفل لمخدومها لما فيه قد قال قولا ذميم وأحيا لقوم عظام اللحام
إذا جادلوه جدال الخصيم لما كان ذاك قول المغمسات أخو أبي يا أبي ظن نزيم وما زال يمسي بقبقبه ولا يسبق إلى سراك الذي غدا من عدا الندى للغزال حليبا بدعواه منه حريم بدا ماء من قد أبى أن أبى فراتا أجاجا كماء حميم وصلى الليله على طاب طاب شبيع البرايا رؤوف الرحيم وآل الله ثم أصحابه وطبائه بالخد المستقيم عفى الله أما دين الذي بدا كتب أرض الإله العليم وسمائه ثم حضارهم وعن متعمهم بذبح عظيم ولا تنسى سلام غما سرمدا على المصطفى ما يلوغ النغار رلي الله عن عبد القادر رلي الله عن شاه ميران رلي الله عن عبد القادر رلي الله عن شاه ميران صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم الله يرضى عن غياث الخلق كتب الأولياء سلطان كل الأتقياء استر منكبه البلاد نصر من الله الجباد فتحا قريبا ذات عمان لمن هدى كتب الميهاد غوص البرى يوم المعاد وهو رفيع الدرجات ومجمع للحسنات ومنبع للنفقات في عالم الكون الفساد أعطى لبابيع الجلود لأخذها أهل الشهود تربا غدا عين النقود صرفا بعالم الجمال أغدى لبعل كيمياء أجدى لغصب سيمياء أبدى لسن فريمياء أعلم به في كل بعد من أمير قد عفا ومن مريض قد شفا ومن سحير قد كفا كالولي في دار الجهاد من رحمة الله القدير قد أشرق البدر المنير في جوفنا غور الأمير فحرم به فاق البلاد قد جاء بعد الأربعين خضر فقال يا أمين امكث هنا حتى اليقين لا تركبا بحر الفساد إذ عن دعو أغلى سالم أبدا قرب ولا رديم ما وسنه نيه الأجيب سوق لأصحاب العناية
إلى المرام زاروا له في كل عام إذ قيله في الكون عام وإنه عون العباد أزكى صلاة ما سلام على رسولنا الغمام ولا لأصحاب الغسام وسبع أرباب البداد عفو من الله المجيد أم مدح شاه الحميد مع السمع وهو الشاهد والمدعم البار الجواب يا الله أنا عبد القادر رلي الله عن شاه ميران رلي الله أنا عبد القادر رلي الله عن شاه ميران صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا نهور شيء لله يا نهور شيء لله يا نهور شيء لله المدد بإذن الله يا نهور شيء لله يا نهور شيء لله يا نهور شيء لله المدد بإذن الله صلاة رب مناني على النبي الأدناني والعلى أهل الأمان وسبع غوث الزمان سعد لأهل القرآن يتلونه بالجنان نذر لشيخ الزمان يرجون فوز الجنان وهو الولي الحسور ما زال ينمو ظهوره في كل عام يزور أفواج أقصى المكان إذ فر طير رماها شخص بنين كلها ببث قول دعاها أتف بغير تواني أحيا سواك لسندي قد قال أخفيه عندي أطوف أقطار هندي حتى أرى من هداني قد أدم بعد فوتي في اليم تسبيه مفتي باغتراف بتصدي بأمر شاه جغاني إذ مس عبد الجنود سينيه بالنقود ألقاه من علب نود لم ينكسر بزباني فجاء يوم سريا ما ألا الإسكندرية وافق غرب داريا مؤازري ثواني أفض منه بفرقة أخذا بستين حلقة لبعضها الآن ألقى قدام كبر لساني فإنه كان رحمة للعالمين ونعمة لأعلي حب ونقمة لإذ ببغل وشاني أزكى صلاة سلامي على رسول الهمامي ولا لأهل الحسام وسب سيف الأمان عفوا عن المادحين للشيخ والسامعين فناهور شيء لله المدد بإذن الله وأنا عبد القادر
رلي الله أنصار ميران رلي الله أنا عبد القادر رلي الله أنصار ميران صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم طوبى لجيران البلي الكرم أوصل ورا في حله والحرم كتب سراح للسبا والهرم شاه الحميد سيد المحترم وهم العلا يؤتون إذ ما رأبوا رزقا لهم من حيث لم يحتسبوا بعدا ليوسف حين أمسى يذبوا إن تغت الله تزويجه في الأدم أعلم بعبد القادر المنتظر إمداده من أجل دفع الخطر والمرتجى إحسانه للوتر سلطان ميرا صاحب المعتصم بايرنا أرقا قد أزم تدخل أن يغترقا مرأت أجم له إذ حلقا حتى بآية غماء ملتزم في حجر الله يحتسبا فبتلكم ميساره مغتربا مما أكل مركبا إذ رسبا حتى نجا أصحابه النقم إذ أخبر الشيخ بقرب الأجل اشتد حسن يوسف مع وجلي فقال قم برجل قبري وسلي وإن جبت فامكث واستقمي رحمة وصفية قد وضعت في الأرض للأرض الذي قد وسعت كل البرايا فصلت أو جمعت فلتسكن غوت كل بي من فضل رب العالمين الحكم لم قد ينسى في الأمر نادرا إلا على موال ما قد أبصرا مما لهم الكتاب استدرا مما قتلت أسماؤه من حكم عفا صلاة ما سلام أبدي على رسول القاسم العدد وآله علينا دا والمدد ما سبق علينا دا والغرم أبونا نلغز بالعلا قد ذكروا مدخل بليم من لديهم حضروا والسامعين والعلا قد أمروا مع متعم به اللي أو في الحرم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد وانا عبد القادر رلي الله عن شاه ميران صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم
فضل وإقبال بلا نهاية لمن هداه صاحب العناية من سبحر للهند بالبداية محبوب أهل القلعة البلاية منه كرامات بدت كثيرة قبل الوفاة وبعدها كبيرة في بره وبحره شهيرة لا تنكروها يا أولي سعايا كما جرى إلى بغاشية عند انكسار واندب خليا حد عدم بدن غديا بساكلنا قرة بكايا من مريد قاد في المنام ومن أفيم جاد بالعلام قبيل من قد فاق في الأنام جود وباب صاحب الدرايا ومن أسير قد ندى فقاقا من بعد ما قد قارب الخلاقا كترمل المغبوس في ملاقا بنذره للشيخ ذي الهدايا من كان في منذوره قليلا فقد رعى ما فاته جذبا كما رعد في عين غنباغا مريعة قد قاند استباغا في سمنها عتيمة نباغا يا ليت غالا تدمع الكفايا وظل قلب كلمة تريا كما تلت إذ ما رعد جليا إن لم يكن خليفة رضيا لها فما تدخل بسرايا فسلت الله على الذيك نملة غب الفرس بطريق حتى عدانا كم بلا رفيك لجبه خادع للبايا صلى إله الناس مع سلامي على النبي أحمد الإمام وآله وصحبه الكرام وتابعيه في غدى لعايا عبونا نلم طيب الليالي وسامعيه من غموم بالي والحاضرين فيه والموالي مع صانع المتعوم بالعناية رلي الله أن صاحب ميران رلي الله القادر لي الله عن شاغ ميران صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم جناه رز الكرم شه عبد القادر الحكم صار ذا سيز الذي في سماغيه توبابك من
حيث قد جسمه كدعا من لسوم الباب ذي العلم والذي قد جاء ملتجيا ما بني أبكى وعمي دوني ما دغت توحده صار دا بشر بلا بكم قد أرى القوم بيوم على حبتا ترقى مع الفنم من حجير تحت عتبته ليسليهم من الندم صل يا باري على رعبي طاب طاب أعياد قسمي أحمد والعلي وسغبي وعلى طباء كلهم وفؤاد كل ما مدعو شاه ميرانا في الأمم والأولى سمعوا ومن حضروا من سقاه وهو الكرم رلي الله عن عبد القادر رلي الله عن شاه ميران رلي الله عن عبد القادر رلي الله عن شاه ميران صل رجاء طالبينا يا نجاح الراغبين يا أمان الزاهبين كلنا كفا كنينا أنت نافع الأناس كنت رافعا لباس أنت شافيع لقاسم هب لنا فتحا مبينا أنت صاحب لميران أنت نائب لجيران أنت لازم لجيران يا ربنا دم لنا عونا معينا يا كتب سبت طه همتايا يا ولي الله آتنا أبرار زينا يا كتب الله جئتكم يا سيد ميران قاصدا رفع الهجران حين كنت منه حيران سل بنا وسلا كرينا كنت في الدنيا مغيسا زرت رولك مستغيسا آتنا فضلا بسيسا يا ولي الله يا ولي الأرض أنت شافي للبليا يا ولي الله أعطنا ما قدر علينا يا كتب الله نبينا
يا كتب الله الصلاة والسلام لا على الذي إمام للنبي همام يا ولي الله خاتم للمرسلين يا كتب قولنا سر وهجرا يا ولي الله وجميع بارزين يا كتب الله رضا أن ذاكرنا مدحكم والآمرين لهم والحاضرين يا ولي الله متعميهم راغبين يا كتب الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ولي الله محمد رسول الله يا حبيب الله آدي رغمان نور سودري أرشر شاق الخميد آل نبي پیر كتب منر شاق الخميد منر شاق الخمير علي الله عنا ذي القادر رلي الله عن شاه ميران رلي الله عن عبد القادر رلي الله عن شاه ميران صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم بشرى ليوسف لاغوري المولد شدر الغلايك ناغوري المرقد من بيعة شيخ الغمي دي سيدي قد بسراغ سلبرايا المرشد وهو الذي أخذ طريق من الذي قد خاطب المولى بغوث محمد وله من الترك رشيدة أربع من شاء فليأخذ به وليقتدي كل البريد فضلة من درى الإحسان في الدنيا رأى معبوده من غير شك في غدي ولعل رحمة دنا ترزق معبود توحيد الوجود ليهتدي يا ليتني ولا وما لي من أمل برغم مكتوبة للمسيد لو لم تكن برغم في الكائنات لم قدم من ارتلا في الدجد لم تغل من هدنة في رحلة دنيا وعقبى مع جميع المورد أسعد بمن هو مستحق للذي هي رحمة غسل بكل موحد صلى الله على رسول محمد
واللال وسبع دول رشد وابان المدع مد خنجاريا لشيخ عبد القادر المتفرد وسامي ومن لسامي على والصانع التامل لأهل المولد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد. معدودين الكتب الواحد والمختارين الثلاثة والأوتاد الأربعة والأخنبار الخمسة والعرفاء السبعة والأخيار العشرة والبدلاء الأربعين والنجباء السبعين والنقباء الثلاثمائة أن رزقنا اتباع نبيك المصطفى ورسولك المجدبى محمد المرتلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر وكرم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا زكي الحالات يا قاضي الحاجات يا مولي القالات عن ندفع الآفات مشرب شطار وسرور المدرار والجنة ما فار كأننا ناس ناس خلق ولو من ناس هرس من الوسوات كفل من الزلا إنا لا في الحركات والسوى في السكنات ولو مهموت اسمنا يا ذا الجود اهدم بيد الحفوات ثبتني بالاقوال اسلمني من امال ارشدني بالاقوال وفقني للخيرات صلى على ياسين وآله الياسين وسهبه الناشم في النفع والإثبات عبان الأولاد باللطف والإرشاد وسائر الأوتاد أخياء معبد وجملة خلفاء ونذر شرفاء واللقبية ضعفاء وسدار الأشتار وزمرة دكار فاتي يا الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يا في نعمه يكافي مزيدا واعف عنا يا كريم يا رحيم يا ربي يا الله آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أكمل من تشعر بشعار النبوة والولاية آمين وأفضل من تذر بذدار الفتوة والهداية آمين وعلى آله وأصحابه أهل الدراية والعناية آمين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل بنورك الذي خلقته قبل خلق الأنوار وأمرته ببداعي الإقبال وصناعي الإدبار وخلعت عليه معتليا بعزتك وجلالك بقلعة بك أذيب بك وعاقب بكل الأطوار آمين وفضلت إليه تدبير الأمور الكائنات كلها في الإعلان والإسرار آمين وقدرت له من ناب مناب وقام مقامه قبل ظهوره بعد عبوره في جميع الأقدار آمين وأرسلته رحمة للعالمين آمين إيجاد ذواتهم وإيفاء صفاتهم طورا بعد ذور في جميع ذبات للأكوان والتصارف الأحصار آمين أرزقنا مدد حفايتك آمين وهدايتك الفقراء آمين الأهواء الأسراء آمين أمرنا هذا المجلس العاجل آمين وطعنا بإذن صاحب مناكب وليك شاه الحميد العبد القادر الماني كبور قدس الله سره العزيز وبجائه لديك آمين وبقربه وبالإجابة جدير آمين ونعم المولى
ونعم النصير. آمين. وصلي وسلم على مظهر رحمتك الأزلية. آمين. وأحسن نعمتك الأبدية. آمين. سيدنا محمد البشير النذير. اللهم صل على آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين. آمين. وأوليائه وأوليائهم جم الغفير. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين. إله مولد الكتب المسمى يا هو يا الله بعبد القادر ناغو رضا ما يا هو يا الله إلهي أسبع العلا ونعم يا هو يا الله ووفقنا إلى الخيرات جمع يا هو يا الله إلهي عملنا سجل وجسم يا هو يا الله وجنبنا من الشيطان لسلم يا هو يا الله إلهي عمرنا توبل إلى ما يا هو يا الله توفق غوبة ربعت المرام يا هو يا الله إلهي أرسل الأسعار قوما يا هو يا الله وبعدنا من البلوى وسقما يا هو يا الله إلهي رزقنا بس وليما يا عهدنا مالا جزيما يا هو يا الله لكي نغنى بفضلك رحيما يا هو يا الله إلهي أسبل الأعداء أدوما يا هو يا الله لنربعنا عليهم برحمة يا هو يا الله إلهي صنع أيدينا إلى ما يا هو يا الله سباك عزبانيا كريما يا هو يا الله إلهي هب لنا كنزا عظيما يا هو يا الله من الإرفان وارزقنا نعيما يا هو يا الله إلهي خلقنا غسيم وزيما يا هو يا الله لنا الأولاد أسليبا وإسما يا هو يا الله إلهي ألغم رشدا وكلما يا هو يا الله لوقت نسيبكنا كل نكما يا هو يا الله إلهي سليا سلي دواما يا هو يا الله على من في بحار النور رياما يا هو يا الله إله الله والأسحى بعما يا هو يا الله واسمى جوغة طباعا إلى ما يا هو يا الله إله رحل دكار وسمى يا هو يا الله إمادك الكتب والجمع ينظم يا هو يا الله إله الحاضرين ومن نظم يا هو يا الله يرى للكتب ما صنع دعما يا هو يا العالمين ميران صاحب الكرم رفضه وسببته أعطينا أجمعين يا الله يا الله يرحم الناصرين في سمع والأعلى وحسن الباصرين وبطول عمر لا بعمر قاصرين
يا مجمع الخيرات عبد القادر يا صاحب النهور كل الناس بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر يا صاحب النهور كل الناس بعمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر يا مجمع الخيرات عبد القادر يا مجمع الخيرات